السلام عليكم، انا السيده في عمري 59 سنه. اليوم بغيت نحكي لكم حكايتي. كنتمنى اللي يسمع الحكايه ديالي يدي معايا بالتوبه والهدايه. دوزت الحمد لله طفوله عاديه، والديا كانوا ميسوري الحال. قريت الحمد لله وشديت الباك ديالي. تزوجت الحمد لله واحد السيد الله يعمر لي الدار. ولدت معاه 4 الوليدات. وليداتي كبروا الحمد لله وتزوجوا كل واحد وفين مشى. بقيت غير انا والزوج ديالي المتقاعد. الحمد لله ما مخصصني من حتى شي حاجه، بداري بطوموبيلتي بفلوسي بلاكارت بونكير ديالي. انا اليوم غنحكي لكم هاد الحكايه باش تعاونوني وتعطيوني شي حلول، لحقاش هاد الحاله اللي ولات فيا دمرات لي حياتي وتيأنبني ضميري نهار على نهار. انا ما بغيتش اللي ينتقدني ولا اللي يعيرني ولا يسبني، انا غير اللي فيا كافيني. انا بغيت ضروري من خوتي اللي سمعوني يعطوني شي حل مناسب. من بعد ما تزوجوا وليداتي وكل واحد شط الطريق ديالو، بقيت غير انا والزوج ديالي. الحمد لله كما قلت لكم ما مخصصني حتى من شي حاجه. ولدت بنتي الاولى، ولات كتجيني واحد الحاله في شي شكل عمرها ما جاتني قبل. ولاو كيعجبوني الوليدات الصغار الذكوره. هاد الحاله كتجيني صعيبه بزاف، خاصني اي وليد شفته في الزنقه خاصني نمشي نبوسو ونعنقو واخا يكون قدام والدي. عائلتي الا جابوا وليداتهم عندي للدار كنشد وليداتهم كنبقى نبوسهم ونعنق فيهم قدام والديهم بدون شعور. ولا عندي ميول جنسي مع الوليدات الصغار. من بعد ما كيمشيو عائلتي وليداتهم كنمشي نيشا للعاده السريه، كنمارس العاده السريه. عايشه معاه بخير بحال شي جوج مزوجين عادي. مع ذلك كنهز طوموبيلتي وكنخرج نقلب على الوليدات الصغار. تيكون من 15 عام عندهم ل 20 سنه هما اللي كيعجبوني وكنخرج معاهم. والناس الكبار من فوق 20 عام ما كيعجبونيش، واخا تكون عندي 100 واحد قدامي ما كيعجبونيش. كنمشي للوليدات الصغار، كنمشي حدا المدارس وحدا الجامعات، وكنهز الوليدات الصغار وانا اللي كنخلصهم باش يمشيو معايا باش نلبي هذيك الرغبه الجنسيه اللي عندي. انا في عمري 59 سنه، ولكن لشتيني تقولي هذه في عمرها 20 سنه مهلي في راسي. واحد النهار مشيت حدا واحد الجامعه وتلاقيت مع 17 ولد هما كليكا بيناتهم، ومشيت معهم كاملين ومارس معهم كاملين في نفس النهار. بعد المرات كنمارس في السياره ديالي ملي ما كنلقى حتى شي بلاصه، ولا كندي الولاد الصغار للوطيل. انا اللي كنتكلف بالمصاريف الوطيل كاملين، الاكل والشرب، وكنزيد نعطيهم فلوس من الفوق الا لقيت الفرصه. وكان الزوج ديالي مسافر ولا غيتعطل في شي بلاصه كنديهم للدار ديالي. وماشي كل الشباب كيبغيو يمشيو معايا، كاين اللي كيخاف وكاين اللي كيصحاب لي انا مريضه بشي مرض متنقل. انا الحمد لله صحتي بخير وعلى خير، الطبيب ضروري خاصني نزورو مره في العام ندير جميع الفحوصات. ومهلي في راسي الحمد لله مزيان. مع العلم ان الدراري اللي كنخرج معاهم ما كيكونش يعرفوني ولا كنكون انا كنعرفهم. كنمشي لبلاصه بعيده اللي ما كيعرفني فيها حتى شي واحد، وكنغري الدراري الصغار من 15 عام للفوق. كنمشي حدا المدارس والجامعات وحتى الشارع، الا كان شي ولدي من تما كنعيط ليه يجي يركب معايا في الطوموبيل وكنديه. بعض المرات كيبغيو يخلصوني، انا ما كنبغيش، انا كنعطيهم الفلوس. كاين اللي كنعطي 100 درهم، كاين اللي كنعطي 200 درهم، كاين اللي ما كنعطي حتى شي حاجه.
انا فاش كنت صغيره بزاف الناس يقولوا هذه تغتصبت في الصغر ديالها. ابدا بالعكس، انا كنت انسانه محافظه وكنحشم وما كنديرش هذاك الفعل اللي كيديروا البنات. هذا الشيء سبحان الله العظيم فاش تزوجت اي ولات الولاده ديالي الاولى وجاني هذا الشيء. ما عرفتش شنو هذا الشيء، واش غريزه ولا مرض ولا ما عرفتش كيفاش غنشخص هذا المرض. المهم اللي سمع القصه ديالي، انا ما جيش غير قلت القصه ديالي، انا بغيت حل وحل مع خوتي المغاربه. انا بغيت اللي ينصحني وينصحني باحترام، ما يسبني ما والو، حتى اللي ما لقى ما يقول لي يقول الله يهديه. انا لحد الان في عمري 59 سنه ومازال على هاد الحال. هاد القاعده ما بغاش تحيد مني نهائيا، وكنعاود نكرر اعطوني شي حل مناسب باش تحيد مني هادشي، نصحوني بشي حاجه. وكيأنبني ضميري بزاف، وخصوصا فاش كنشوف الزوج ديالي كنزيد ندمر، كنبقى نفكر ونعاود نفكر كيفاش غنلقى ربي. هادشي انايا فوق الطاقه ديالي كما كنقول، وراجلي مسكين مزيان بزاف معايا، ماشي شي واحد اللي هو خايب وكيعاملني خايب، هو كيعاملني مزيان ما كيخسر ليا حتى شي حاجه. اللي بغيتها واللي حليت عليها فمي كيجيبها ليا. كنخرجوا كنتساروا كنسافروا، ما كنخلي حتى شي مدينه، ومع ذلك هاد البليه ما بغاش تحيد مني. انا بغيت خوتي اليوم يدوروني وحده منهم ويساعدوني ويرشدوني الطريق الصحيحه، واخا انا عارفه الطريق خايبه، يقولوا لي شي حل ندير بكلامهم. خوتي انا بغيتكم اليوم تعاونوني مادام اعترفت بكل شيء اللي عندي. انا عارفه بزاف الناس غيقولوا لي انت ما مزياناش وانت خارجه الطريق وانت تتعصي الله وتتشركي بالله. هادشي كاين، ولكن انا راه ماشي لخاطري، انا باغا من عندكم اليوم حل تساعدوني. انا ما بغيت شي واحد يعيرني ولا يسبني ولا شي حاجه، انا بغيت غير الناس يديروا معايا بالهدايه، واللي عنده شي حل ويساعدني يساعدني. كيقول المثل اللي اعترف بالذنب فضيله. انا عارفه راسي كنعصى الله وكندير شي حاجه خايبه ماشي مزيانه، ولكن هادشي ماشي بالاراده ديالي، هادشي فوق الطاقه ديالي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.